تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، المناظرة الدولية حول العدالة الانتقالية تفتتح أشغالها بمقر البرلمان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أشغال افتتاح المناظرة حول موضوع مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة تميزت بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين، والتي تلتها السيدة آمنة بعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. العدالة الانتقالية هي فترة زمنية محددة، هي عمل للجنة حقيقة لتعطي واحد التوصيات لتمكن أن المجتمع المغربي والمجتمعات التي تقوم بإعمال العدالة الانتقالية من تنفيذ توصياتها. المناظرة الدولية التي تستمر ليومين يشارك فيها ثلة من المسؤولين الوطنيين والأجانب يمثلون الحكومة والبرلمان والقضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء وأكاديميين. نتوفر على دراسة حول العدالة الانتقالية والتي نقدمها لحكومات ودول الاتحاد الإفريقي عبر قضايا الشؤون السياسية وكل ما يتعلق بالعدالة والسياسة الانتقالية. الحدث يتناول مواضيع ترتبط بمسارات العدالة الانتقالية بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات ودعم تنفيذ توصيات هيئة العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة.